الجزء الصحفي بقى وعلى مسؤوليه يعني راجل دي شغلته يعني ما عنديش شغل طبعا ده انت استاذنا لا استاذنا يعني استاذ حسام في الحاجات دي لا يعني ما بشتغلش بكلمك لا يعني ما بشتغلش كلاتنبرج وصحفي يعني بشتغل بس صحفي فالمهم ايه لما هو يروح لزميل اخر صحيح. عشان يخلي سبيله سلام هو عليك. امام حاجتين لسه محمود سعيد استاذ محمود سعيد رئيس تحرير برنامج بيقول لي هذا الكلام بيقول لي هو راح هناك عشان يخلي مسؤوليته من الاستاذ محمد انا خلي بالك يسيب الرجاله قبل بس ما حضرتك تكمل اتفضل انا استاذ محمد جمال بالنسبه لي انا متاكد مليون لا في المية بغض النظر بغض النظر لا ان محمد جمال كان بيجيب اخبار كابتن هناك ثقافه الاعتذار بس في حاله اذا كان لا مين في تصور عموما يعني اذا كان هناك لبس في الفهم اذا كان هناك اي شيء اللي يحصل بقى خاصه لما تبقى اجنبي تروح مكلم اللي قال لك صح واللي انت بيقوله انك قلت له صحيح فتقول له ايه يا ميصن ايه ده فميصن يقول لك ابويا الحاج اديني وان مومنتو وانا اعمل ده فور لكن هو بذكاء ها أولا راح برنامج آخر ثانيا الأجنبي كان زمانه كلم رئيس التحرير وكلمني كراجل أنا يعني نمرة اتنين أو أزعم أنني هكذا بعد الراجل مملوك وطب ما وجاب مدير وجاب رئيس القسم اللي هو عارف أنه راجل معلوم شاباني عبد صبور مدير القطاع وقال لهم إيه اللي أنتوا بتعملوه ده وأنتوا موقع وأنا راجل أجنبي هنا وماني ساكت وإزاي تنقلوا أنتوا بتقولوا إيه ده تحكيم أنتوا فين مين كام ليه حصلش. لكن ده قطع النفس وراح لبرنامج تاني خالص كان محتاج بتاع حتى برنامج أكنه كان محتاج بتاع الصدمات اللي هي تك تك يعني هو ما بعدش وراح لزميلنا أمير هشام يعني لا خالص الزميل أمير هشام عمل شغله أكيد طبعا. عمل شغله لأن الزميل أمير وكل الزملاء ما بيبقوش قاعدين راصدين غيره بيشتغل في إيه صحيح. أو صحيح. ماسك صحيح. إيه دلوقتي أو إيه الخبر اللي تحت إيده وفريق إعداده لكن أنا بأدلل لك بخبرتي زي ما حضراتكم بتقدروا تتكلموا فنيا بخبرتي في شغلتي هذا الرجل ما كان ليترك الأمر يمر سودا إذا كان فعلا ما قالش الجمال كده ليه؟ لأنه هو تصور أنه لما يقول الكلام ده فإحنا بقى خلاص وصلت بينا يا أستاذ جمال علام أن أي حد معدي يتعامل معنا وكأننا فعلا من العصور الوسطى يا أخي حد يقول له لا دي مصر فيها بنطلونات وقمصان ولغات وحاجات فعيب لما تقول لناس كلام وبعد كده يسقط في يدك وتلاقي حد برضو قال لك خلي بالك يا جوميز انت راجل برتغالي والراجل اللي في الماتش برتغالي حضرتك صحفيا كلام. يعني شرحت لنا الامر صدقني ما تجيش غير كده لا لا انا مصدق على فكره لا كشغلي انا طبعا كشغلي انت استاذنا يعني. في الكلام ده بس انا عايز اسال حضراتكم برضو حضرتك يا استاذ عصام كابتن حشيش قال لي ما فيش حاجه اسمها كده حضرتك برضو يا كابتن استاذ عصام طوال هذه الرحله الطويله جدا 40 45 اكتر شويه اقل شويه من النقد الرياضي خلينا نتكلم عن النقد الرياضي تحديدا شفت حاجه اسمها شد بسيط وشد غير بسيط لا يا كابتن والله مش بهزر والله العظيم لو شفت قول يا استاذ والله يا كابتن مفيش يا كابتن مفيش غير اللي هو اللي نفسنا نشوفه اللي نفسنا نشوفه وبنسعد ان لعبتنا تاخد عليه اللي هو ما يسمى الالتحام المشروع تشد ايدي واشد ايدك بس ما تمسكهاش كده ده غير طبعا التكاتف اللي هو يعني ايه واللي كنا زمان نعملها نزلنا على بعض او المكاتفه او اللي هو الاشتراك العادي لدرجه ان لو اتنين انا طبعا بقول لجمهور كنت الاتنين عارفين شاطوا الكوره من غير استرزات والكوره بينهم لو واحد رجله والعياذ بالله انكسرت ما فيهاش مصيبه للاخر اداريا لكن طبعا بتكون ماساه للاصابه القويه يعني انما الباقي ده كله لازم يبقى فيه كلام مهم انه يتعامل معنا بفكر ان لا البلد دي فيها ناس بتفهم لا يوجد شيء اسمه اولا تلامس ما هياش كده خالص اسمها كونتاكت اوف بوينت نقطه التقاء الخطا ثم في اما حدث او لم يحدث ما فيهاش انت عارف دي زي يا اسلام زي الشتيمه اقول لك ايه اصل شتم وشتيمه خفيفه وشتيمه تقيله يا اخي ما اقصدش الشتيمه هي الشتيمه يعني انت فاهم ازاي الشد هو